اهلا بكم معنا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من جنوبيات بنعيشها معاكم النهارده من قريه سلوى بحري بمركز كومومبو محافظه اسوان. نحن عصبه الرسول، نحن عصبه الرسول يدعى سعيد عمارة. اهلا بحضرتك. يا مرحبا، شرفتونا. الله يخليك. احنا هنا في سلوى بحري. بالاكيد سلوى بحري. سلوى بحري بتعتبر ام القرى لمحافظة اسوان. يعني هي كبيرة القرى وام القرى من زمان ماخد اللقب ده على محافظة اسوان كلها. جميل. طبعا المناسبة دي عايزين ناخد فكرة عنها. المناسبة دي فرح ابن اخينا وابن اختنا اللي هو الاستاذ ابو الحسن محمود حسان سليمان درويش. حفل الزفاف. ايه العادات، عاداتكم هنا في المناسبات دي؟ العادات احنا حفل الزفاف ده فطبعا يعني قبليه بشهر واحنا بنستعد لهذا الحفل. في الكروت بتاعت الدعاوي بنوزعها لحبايبنا وقرايبنا والحبايب كلهم على مستوى المحافظة ومستوى المحافظة الثانية، يعني في ناس برضه من المحافظة الثانية موجودة وفي ناس جايين بيجيبهم من العربيات. بنجهز ليه من قبلها بشهر، بنستعد لموضوع الذبايح وفيه اللي بيقضي موضوع التجار بيقضي موضوع الذبايح من السوق. الشباب هنا اللهم صل على النبي. سلام. يعني الشباب هنا برضه بيقوم بدور زي ما انت شايف على اكمل وجه. يعني بيبقى في تنظيم. اكيد. كل واحد له دور لابد الشباب. طيب الليله دي القران. الليله دي ليله القران المولد هو القران والمولد والحجر النبوي الشريفه. نعم. من ابناء اللي هم حارس ومحروس. يعني لازم الليله دي يعني اي مناسبه بتبقى ليله القران والموالد. في ناس تعمل قران بس او قران ومديح او لا، احنا بنعمل لازم الليله الاساسيه. الليله الاساسيه هي دي. ليله القران والغشاد النبويه والمداح النبويه. يعني اللي اختلف عن زمان بالنسبه للمناسبه؟ اللي اختلف عن زمان اللي هو موضوع المسارح.
موضوع الفرق المسارح والفرق دي بتبقى امتى؟ بتبقى اليوم الثاني. اليوم الثاني بيجيبوا فنانين طبعا بتوع الفرق وبياخذوا الليله وبرضه المسرح بيجيب كبير خالص عشان الفرقه وعشان المسارح وبتقبى لما شباب كثير بالحيل شباب كثير بالحيل شباب البلد كله كل يعني جميل بس يعني انتم مع بعض مترابطين هنا بالضبط مترابطين احنا ابناء رجل واحد هنا في البلد كلها واي فرح بتلاقي جميع الناس متكاتله ويعني متماسكه مع بعضهم شباب وكبار زي ما انت شايف ادي الشباب من الناحيه الناس الكبار برضه موجودين من الناحيه هم كلهم موجود يعني كل لازم يبقى متواجد سعد العياري اهلا بحضرتك الف مبروك اهلا 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 بيكم شرفت اللواء سلوى الله يخليك يا مرحبا انا برضو عايزين نقول المناسبات دي وعاداتكم فيها عادات وتقاليد كلها يعني واحد لا اختلفت طورت شويه كل ماله في التقدم الزياده يعني كان الفرحه او المناسبه تاخد كم يوم زمان؟ زمان كانت تاخد اسبوع وفي ياخد شهر ليه؟ كانوا الناس مع بعض يعني مترابطين الناس بتيجي من اماكن بعيده ما كانش في مواصلات ولا في مواصلات ولا مشكله لكن بقى يومين ثلاثه وبيخلص الفرح من ضمن العادات برضه حضرتك خلي العريس كان العريس بيسكن عند لازم يسكن عند اهل العروسه زمان لكن دلوقتي الدنيا اتطورت كل واحد شقى لوحده وبيت وحده مستقل مع نفسه حتى ابوه وامه لا يعني طبعا الود موجود برضه لا موجود الود بس الاستقلاليه يعني لازم تكون موجوده ايوه طيب بالنسبه برضه توجيه الدعوات وال يعني بيبقى دلوقتي في وسائل حديثه لكن يقول لك لازم الكروت كره الدعوه دي لا ده على النت على النت الدعوه عامه على النت كله بيعرف ويعجب حافظين على هنا مصر برضه عادات مثلا زي النقود انت لسه برضه النقود قاعد عندنا لا لو ما فيش نقود ما حدش يعجب ما حدش يعجب ما جايش كله بيزعل لو ما فيش نقود لا انا لازم اكون اقول لك انا ما رايحش لا يعني التقاليد بتاعت بلدنا متمسكين بيها قاعد
الاستاذ علاء حسان درويش اخو العريس، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكم، تنورنا النهارده. الله يبارك فيك. انتوا كشباب يعني لكم دور، وشايفين هنا كل واحد له دور في تنظيم المناسبه. لا. ايه دوركم انتوا؟ لا استقبال الضيوف في في طبعا في عندك ناس بيبقى هنا مثلا ناس من البلد، تمام، بنعشيهم، وفي ناس مثلا في الجنب اللي هناك من برا البلد. فطبعا في ناس مخصصه تلقى الناس اللي من برا، وفي ناس مخصصه تتلقى الناس مين اللي من البلد، وعشان يعرف مين اللي خد الواجب ومين لا. بالضبط، ده لي مكان وده لي مكان يعني. لا ده في بالنسبه للاكل، هو واحد هنا وواحد هناك، انما هو في المجال كله بيقعد في مكان واحد. بيخلص من العشاء بيدخل يقعد فين؟ في المجال. في المجال، تمام. طيب بالنسبه لكم كشباب لازم تجتمعوا او مع الكبار عشان ننظم الليله دي مثلا. طيب. كل واحد هيعمل ايه؟ دي مظبطه كمان وقبلها بكم يوم، قبلها بفتره. قبلها بفتره، لانه في ناس بطبيعه الحال مثلا هي بتعرف في الضيوف، يعني مثلا اوقف في مكانه بيعرف الناس اللي برا، وهكذا والعكس. تمام. بنحاول نظبطها كده. مثلا لا الشباب الصغير ده حيشتغل على التجهيز، هيجيب بوتجازات، حيجيب حلل، حيجيب مش عارف ايه، صواني، تجهيزات من ويلة. وفي فئه ثانيه هو بيقعد مثلا في صدر المجال، الناس الكبار اللي هو اكبر مننا كله. تمام. انا زي ما بقول لك حاله استنفار بيبقى. لا لا. طيب في حاجه كمان يعني من الملاحظ، انه طبعا هي الليله الكبيره او المولد النهارده، القران والمدايح، ولكن الشباب بيبقى لهم ليله ثانيه، مسرح وحاجات ثانيه. بيبقى الدخله بنقول عليها احنا مثلا ليله الدخله، بيروح فيها مثلا عريس الكوافير يجيب عروسته، ويجي على المسرح بيكون طبعا مظبط فيه فرقه موجوده. ودي الشباب بقى اللي هو تقول عليه بقى ايه، من 15 ل 35 بقى، هم دول بقى ايه ليهم فرحتهم، فرحتهم بقى. بالظبط. وفي ناس برضو بتحب الذكر اللي هي الحضره، في ناس برضو بتحب الكف. احنا عملنا الكف، في ناس كل واحد شغال على حاجته يعني. المدائح النبوية بتبقى حاجة أساسية موجودة طبعا، بالإضافة للقرآن الكريم، ده الأساس اللي بنفتتح بيه. حاج محمد برتقي، احنا كلمنا على الليلة دي وإزاي المدائح بتبقى حاجة أساسية فيها، وبتبقى يعني النهاردة حارس ومحروس، مش كده؟ النهاردة حارس ومحروس، طبعا بتبتدي الليلة بالقرآن الكريم، بعد كده بيبتدي حارس ومحروس، ده لحد نهاية ايه؟ الليلة، لحد نهاية الليلة. يعني القرآن المفتتح المفتتح البداية. في بلاد بيبقى فيها كلمات، فيها كلمات دي
قبل 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 القرآن. قبل القرآن. بعد كده القرآن، بعد كده المديح. المديح. طيب المديح ده بيبقى حسب كل بلد مثلا لها طابع، في ناس بتجيب يعني لها نقشبندية، في ناس كذا، في ناس كذا. في ناس بتجيب الرناء، في ناس بتجيب حارس ومحروس. أيوة. وفي ناس طبعا بتجيب أيمن هريد والدشناول، وكل واحد طبعا على قد مقدريته يعني. يعني على حسب الإمكانيات. ولا على حسب الـ إحنا حابين إيه كمكان يعني. لو برضو على قد. ياسين يجيب الدشناول. وبرضو على قد الاستطاعة. الاستطاعة. يعني ده كده شنو مثلا بياخذ مبلغ من ده، ده الجماعه الثانيه بياخذ مبلغ اقل. بس كل واحد على قد الاستطاعه. برضه برك انا يعني الناس بتستبارك بالمدائح. بالمدائح اكيد اكيد طبعا. من زمان يعني. من زمان دي من يوم من يمكن من 50 سنة. يعني هل المورد من 50 سنة كان نفس النظام ده ولا اختلف؟ لا بس كانت طبعا حاجه اقل من كده، مش زي كده. ما فيش توسع زي. لا 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 طبعا حاجه دلوقتي ما شاء الله تبارك الله. في تطور. طبعا في تطور. احنا سنه 24. ايوه طبعا. غير من 10 سنين مضت. فالموضوع ابسط شويه. ابسط شويه اكيد. اكيد. يعني انتوا برضو عمليه الاستقبال والضيوف زي ما احنا شايفين انه انتوا حريصين على انه الاهتمام بالناس اللي بتيجي، وخصوصا الناس اللي جايه من برا. وبالذات الناس الغرب والضيوف. طبعا بيبقى لهم اهتمام اكثر غير بتوع البلد. كنا معكم اليوم أعزائي المشاهدين وجنوبيات من قرية سلوى بحري مركز كموم ومحافظة أسوان، بنشكركم وإلى اللقاء.